في مشكلة بتواجه الناس دايما في الشتاء، والمشكلة دي دايما بتكون متصدرة الترند في الوقت ده من السنة. تلاقي قصص وحكايات وكوميكس وكلام كتير مضحك جدا، بس الحقيقة الموضوع بجد مرعب جدا، ومش بتعرف نتيجته غير بعد ما يخلص الشتاء ويجي الصيف. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة وشاغل الناس جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي هو جوع بالليل. مين فينا تقريبا مش بتجيله حالة الجوع بالليل في الشتاء، ولما بيقلق بالليل بيروح كده يفتح التلاجة ويشوف أي حاجة ياكلها، أو حتى لو كان صاحي تلاقيه رايح جاي على أي أكل قدامه بدون سبب وبدون جوع. ويا سلام لو كان في حتة شوكولاتة أو حتة أي حاجة مسكرة، حاجة بتكون بصراحة رهيبة جدا. المشكلة إننا مش بنعرف حجم الكارثة اللي عملناها في نفسنا إلا بعد ما بيخلص الشتاء ويجي الصيف، ونكتشف ان احنا زدنا حوالي 10 ولا 15 كيلو من غير ما ناخد بالنا. وهنا بتيجي الصدمة الحقيقية، ونرجع نقول عايزين نعمل دايت. ولان الموضوع فعلا ناس كتير شايفة ان هو ملهوش حل، قررنا ان احنا يكون معانا النهاردة دكتورة باسانت عادل، استشاري التغذية العلاجية. ازيك يا دكتور باسانت؟ هلو، ازيك يا ريهام؟ ايه الاخبار؟ كله كويس الحمد لله. دكتور، اول حاجة عايز اسألك عليها، اشمعنا بالليل بنفضل اليوم كله محترمين نفسنا وبناكل صحي وبناكل قليل، بعدين اول ما يجي بالليل الجوع فجأة يظهر وتحسي ان انت عايزه تاكلي اي حاجه موجوده حواليكي؟ هو ده فعلا اللي احنا دايما بتواجهنا المشكله ديت، وده حاجه طبيعيه جدا. بس لو جيت رجعت معاكي اليوم اللي انت بتقولي ان انت كويسه فيه، بنلاقي دايما غلطتين بيساعدوا ان احنا نبقى عندنا كريفنج او ان احنا جعانين دايما بالليل. ان احنا ما بناخدش سعراتنا الكافيه خلال اليوم، بنبقى ماسكين نفسنا عن الاكل. فبيبقى لما باجي احسب مع حد طول اليوم اكل قد ايه، بنلاقيه مثلا اكل 500 كالوري مش اكل، او 500 سعر حراري مش اكل بروتين كويس خلال اليوم. فطبعا كل ده بيؤدي ان هو واصل اخر اليوم هفتان، الطاقه بتاعته قليله لان الاكل اللي دخل خلال اليوم قليل جدا. فطبعا بنتكلم ان احنا لازم خلال اليوم ناكل كويس جدا علشان ما نوصلش بالليل ان احنا نبقى السكر بتاعنا واطي، فنبقى محتاجين اكل بالليل. كمان غلطة تانية ان احنا بنشربش مية كويس خلال اليوم، وفي البرد بالذات العطش بتاعنا بيترجم لجوع. دايما دي غلطة برضو واضحة جدا معانا، ان احنا بنبقى محتاجين نشرب مية، ولكن ان احنا بنترجم دوت ان احنا عايزين نغير طعم بقنا ان احنا ناكل حاجة، وبالاخص تكون حاجة مسكرة علشان نضيع الطعم المر اللي في بقنا. ولكن ده بيكون جفاف وعداء واحتياج الجسم المية خلال اليوم، وان احنا ما خدناش كفايتنا خلال اليوم كله من الميه ومن السعرات بتاعتنا. فنيجي بالليل الجسم محتاج لكل حاجه، وبنعوض دوت لان احنا خلصنا ستريس يعني، وبقينا وصلنا للكومفورت زون، او ان احنا قاعدين في البيت ما وراناش حاجه، فبنبتدي ندور بقى على الاكل، وان احنا قاعدين براحتنا وان احنا عايزين نهدى وننام. يعني طبعا حضرتك بتقولي ان احنا لو نجرب الاول نشرب ميه علشان نعرف احنا فعلا جعانين ولا لا، يمكن الميه تشبعنا. لا مش هتشبعك، هي انت بتبقي عطشانه والمخ بيترجم ده على انه جوع. لازم نشرب ميه كويس، ونشرب ميه وندقها هتلاقي نفسك عطشانه فعلا وعايزه تكملي ميه مش جعانه. البرد دايما بيترجمه لجوع. المفروض نشرب قد ايه ميه في اليوم يا دكتور؟ انا دايما اقول كل جسم واحتياجه، يعني مش لازم نقول 3 لتر زي ما الناس بتقول، لا انا بقول ناخد كوبايه ميه 200 ملي كل ساعه، دي هتكون كافيه على مدار اليوم. ناخد منها مثلا 8 او من 5 ل 8 هتلاقينا ان اخذنا كفايتنا من الميه على خلال اليوم. او ان احنا بنحسب كتله الجسم بنضربها ب 30 يطلع لنا عدد اللترات اللي احنا محتاجينها على قد جسمنا بالظبط. اوكي، يعني احنا دلوقتي يا دكتور حضرتك بتقولي ان احنا لو اكلنا مظبوط على مدار اليوم احنا بالليل مش هنحس بالجوع الشديد ده. بالظبط، ناخد كفايتنا من النشويات والبروتين. الناس كلها بتقصر ان هي ما تاكلش لحوم كافيه، ما تاكلش مثلا، ما تفطرش في حاجه فيها بروتين، بناكل مثلا سندوتش جبنه، ولكن مثلا بيضه او فول ده هيفرق معانا كتير جدا في الجوع بالليل. احنا اخدين بروتين، البروتين بيشبع لمده 5 ساعات، فما تلاقيناش بنجوع لمده طويله. الغدا برضو لازم يكون في معانا بروتين محترم، جزء يعني مثلا تقريبا بنقول تلت الطبق لازم يكون بروتين، عشان ما نوصلش ان احنا بالليل الجسم محتاج لطاقه فما فيش اي مصدر للطاقه غير اكل بسيط جدا على مدار اليوم. مظبوط. طيب دكتور، احنا ازاي نعرف ان احنا دلوقتي تخنا؟
يعني مثلا في ناس ممكن تكون رفيعه جدا وتقول لك اصل انا تخنانه 2 كيلو فانا هبتدي اعمل مثلا دايت او انا هبتدي اروح لحد بروفيشنال علشان يساعدني ان انا اخس وهو مثلا ما بيكونش تخنان، والعكس ممكن يكون واحد زايد وزنه ومش شايف ان هو تخنان فبيسيب نفسه ان هو ياكل مش صحي ويتخن زياده. ازاي الواحد بيحسب مثلا مع وزنه وبطوله انا محتاجه ان انا اخس ولا لا؟ هي في معادله بسيطه جدا كلنا بنحسبها اللي هي الطول على مربع الوزن بالكيلو. دايما ان احنا نقول مثلا سي انا وزني 64 او 5 يعني whatever الوزن على الطول، بس الطول بتاعي مثلا لو 163 او 165 بقول 1.65 دوت بنحسب بنقسم سوري هو احنا بنقسم الطول الوزن على مربع الطول بالمتر. انا غلطت فيها، احنا بنحسب الطول الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. المفروض ده بيطلع من 18 ل 25، اكتر من كده بيبقى زياده في الوزن. طبعا احتباس المياه دوت برده بيوزن على الميزان، فلازم نكون بنشرب مياه كويس وبعدين نوزن. بنوزن الصبح على معده فاضيه، ما نكونش فطرنا او اكلنا وجبات تقيله قبلها بنكون نوزن، ودوت طبعا الميزان هو المعيار الاول والاساسي لينا ان احنا بنبقى عارفين جسمنا مرتاح في انه وزن، و2 كيلو زياده دول بيبقوا تعبنا، حتى بيأثر على المفاصل بيأثر على ظهرنا، كل دوت بيبان معايا من الميزان بتاع الصبح. وان احنا نعمل المعادله البسيطه ديت اللي هي بتبين لي احنا في النورمال ويت ولا اكتر ولا اقل. طيب دكتور ايه راي حضرتك في الادويه اللي هما بيقولوا انها بتقفل انها تخليك انت مش عايز تاكل، هل الادويه دي صحيه ولا لا؟ بصي في ادويه اللي احنا دلوقتي بقينا بننصح بيها اللي هي بتملى المعده، بتشتغل على المعده بس مش بتشتغل على الشهيه، دي اصح حاجه، وديت معظمها بيبقى زي مركبات الصمغ العربي زي مركبات السيلينيوم، الحاجات دي بتبقى فيها مواد بتنفش في المعده، بس لازم معاها بنشرب ميه كتير لان المواد دي بتنفش في المعده بتبقى عامله زي السفنج، يعني بتبقى سفنج فبتبقى بتنفش وتاخد حيز اكبر فبتخلينا ناكل اقل. طبعا دي بتشتغل لمدة 4 ل 5 ساعات، فدايما نقول لو هناخد مثلا صمغ عربي او هناخد السيليوم من قشور السيليوم ان احنا ناخدها قبل الوجبات علشان نقدر نتحكم في الوجبة اللي احنا هناكلها بعديها. مظبوط. ودايما بنقول ان هي ما بتستمرش اكتر من 6 ساعات، يعني ما نعتمدش ان هي هتسد الشهية طول اليوم، لا هي على قد 5 ل 6 ساعات ماكسيموم هتكون شبعانة. والادوية دي يا دكتور ما بيكونش ليها ضرر؟ يعني في ناس مثلا بتقول بتعصبني بتغير في هرموناتي بتخليني لا ما هي ديت اللي انا بتكلم عليها، ديت ادويه بتبقى كلها بتشتغل على المعده، لكن في الادويه اللي انت بتتكلمي عنها ديت اللي هي بيبقى فيها كافيين بترفع من الحرق طبعا بتعصب وبتزود ضربات القلب وبتصرف على الضغط عند معظم الناس، وديت احنا ما بننصحش بيها. اللي بننصح بيه بس برده كمان حاجه مكمل غذائي موجود عندنا كلنا وهو الكروميوم اللي هو موجود طبعا باسامي كتير في السوق. الكروميوم دوت احنا لو اخذناه مثلا قبل وجبه فيها نشويات بيقلل من امتصاص النشويات، لان الكروميوم بيساعد على تحفيز الانزيمات الهضم في المعده وبيقلل من امتصاص النشويات، ما بيأثرش على المخ وما بيأثرش ان هو بيديني اي حاجه تصير ترفع من الضغط. الكروميوم ماده طبيعيه جدا ويعتبر مكمل غذائي، انما المواد اللي موجوده بقى في السوق معظمها بيبقى فيها كافيين، الادويه اللي هي بتاعه التخسيس بترفع ضربات القلب وممكن تعمل كمان ان احنا مش عارفين ننام بالليل وارق وتشد الاعصاب وتاني يوم تبقي صاحيه متنرفزه، ودي دايما ما بنصحش بيها اي مريض يكون عنده الضغط او السكر لانها بتبقى حافز ان هي يعني تقلقه بالليل اكتر. اوكي طب دكتور الادويه دي لازم الطبيب هو اللي يكتبها للبيشنت بتاعه او البني ادم اللي عايز يخس، ولا هو ممكن يروح ياخدها مع نفسه من الصيدليه؟ بصي بيبقى عندنا دايما احنا بناخد مؤشرات، ان انت اول ما بيجيلك المريض بتاعنا بيبقى مثلا عدم نوم احنا لازم نحلل ده، يعني في ناس تقولك لا انا كويسه ومش محتاجه حاجه وهقدر اتحكم في شهيتي، ولكن تيجي تبصي لا تلاقيهم ان هم ميولهم اكتر للسكريات، عندهم بدانه او تجمع للدهون في منطقه البطن، ده بيبقى برضه باين معانا جدا. اول حاجه بنسالها انتوا بتناموا كويس؟ لو في عدم انتظام في النوم وارق فده دليل ان احنا محتاجين نضيف حاجه تساعد على ان الجسم يهدى شويه. الحاجات دي زي ما انا قلت لك بتقلل من امتصاص النشويات فبتساعدنا ان احنا ما ناكلش النشويات اللي احنا بناخدها ديت ما ترفعش سكر الدم فتخليه عندي ارق بالليل.
دي غلطة احنا بنقع فيها كتير جدا، ان احنا بناكل نشويات بالليل، فاحنا طول الليل مش عارفين ننام، النوم بتاعنا مش بيبقى بعمق. فساعتها يعني بنجمع ده كله ونقول مثلا في ناس برضو بتبقى محتاجة بس ان هي تاخد مغنيسيوم. المغنيسيوم بيساعدها جدا على النوم، وبيساعدها جدا على تنشيطها الدورة الدموية عندها، وفي نفس الوقت ان هي بتحرق وبيريح معدتهم. فدوت بصراحة احنا دايما ننصح ان الدكتور هو اللي هيبقى افضل انه يعني يحط المعايير ويبقى قدامه الايفيدنس اللي هي هتقول ان احنا محتاجين حاجه ولا لا، اوكي، مش احنا ناخد دواء وخلاص مش مع نفسنا بسبب يعني، لازم مشورة حد نرجع من للدكتور اصحابنا. الاول عشان هو اللي يقول لنا احنا ناخده ازاي كمان، وايه الجرعه اللي المفروض ناخدها، وفي مده قد ايه، والكلام ده كله. لان معظم الوقت ممكن يبقى نقص فيتامينز ومش محتاج حاجه لسد الشهيه، يعني في ناس بتبقى عندها نقص حديد فبيبقى عندها فقدان للشهية، او العكس ان هي بتاخد اكستريم في السكر او الاملاح يعني عموما. فدايما نقول في حاجات ممكن تبقى مؤشرات لامراض تانية او نقص طبعا. الفيتامينز، لو عوضناها مش هنحتاج ادوية التخسيس او الادوية اللي هي ممكن تملى المعدة. طيب بالنسبة لحضرتك اتكلمتي على نقص الفيتامينز، هو في تحليل جديد بيقولوا عنه دلوقتي ان هو بيتعمل لكل شخص لوحده، والتحليل ده المفروض ان هو بيبين ايه هي الحاجة المعينة اللي انت بتاكلها، اللي ممكن تكون هي مش مثلا مكرونة او رز او عيش، لكن هي بتزيد وزنك انت كشخص. بالظبط، هو ده زي بنسميه زي البصمه، هو حتى اسمه فود برينت، ان احنا زي بصمه الايد، هو بيبقى بصمه لكل شخص. ممكن يبقى عندك حساسيه مثلا من بعض المكسرات، ودي بتظهر كتير جدا معايا، ان احنا بنلاقي مثلا حد عنده حساسيه من اللوز وهو عمره ما كان عنده حساسيه من اللوز. دي بتبان بقى ان احنا بيبقى عندنا رينج، هم بياخدوا ال 30 نوع الاساسي من الاكل، بتكون كلها من البيز بتاعتنا زي الجبن، البياض البيض وصفار البيض، الألبان، العيش، الفواكه الطبيعية بتاعتنا اللي هي التفاح والموز. ده بيبقى مختصر وبيبقى بيبين لنا الجسم لو عنده أي حساسية، فطبيعي إن هو بيبقى أول حاجة إن بيعمل معدل التهاب عالي، وكمان بيزود من احتباس المية. أول ما بنوقف الحاجات دي بتلاقي الجسم بينزل مثلا من 3 ل 4 كيلو بدون اي داعي، يعني ان احنا عملنا اي مجهود، مجرد بس ما ابتعدنا عن الحاجات اللي ممكن تثير الحساسيه في الجسم وبتزود من معدل الالتهاب. بشكر جدا حضرتك دكتوره بسنت عادل، استشاري التغذيه العلاجيه، وبكده تكون خلصت فقره سكوب.